في بيان لها أعلنت وزارة التجارة عن انطلاق موسم البيع بالتخفيض والبيع الترويجي بداية من اليوم وإلى غاية اليوم الثاني من عيد الفطر، أي من 7 أفريل إلى 13 من شهر ماي، بهدف استفادة المستهلكين من التخفيضات واقتناء حاجياتهم الضرورية قبل حلول شهر رمضان الكريم. تعليمة هذه جاءت أو صدرت عن وزير التجارة، هذه الرخصة الاستثنائية جاءت يعني خلينا نشرح أكثر في التعليمة، هي رخصة تقدر تقولي شفهية، يعني عبر وسائل الإعلام سيتم يعني كما راكم اليوم عندنا باش نبلغوا كل المتعاملين الاقتصاديين أنهم لديهم رخصة من طرف السيد الوزير لمزاولة يعني هذه هي مزاولة البيع بالتخفيض وكذا البيع الترويجي وبدون رخصة كتابية، يعني ما يطلبش الأمر إيداع ملف كما جرت العادة. البيع بالتخفيض يشمل بشكل أساسي المحلات التجارية الخاصة بالألبسة والأحذية بالإضافة إلى المعارض والفضاءات التجارية المخصصة لذلك، وهذا بالاحترام الكلي والصارم للبروتوكول الصحي الذي تفرضه جائحة كورونا. بيع بالتخفيض قد يمس بعض الأنشطة أو بعض المواد كالألبسة، الأقمشة، مثلا الأحذية إلى غير ذلك، الأدوات الكهرومنزلية، هذه كلها يعني ستقوم ب يعني مسموح لها ب او القيام بالبيع بالتخفيض. ويصبح للإشارة فقط ان هنا المتعامل الاقتصادي او التاجر بالتجزئة هو حر في يعني في القيام بهذه العملية. فترة التخفيضات في الجزائر بقدر ما هي فرصة للمستهلك والتاجر، إلا أن المدققة في العملية ككل يجد ثغرات كثيرة تطرح العديد من علامات الاستفهام، على رأسها هل خضعت السلعة فعلا للتخفيض